يلا نشوف يلا. هي ما تعاود لصقع زهر ومعوج، ما كنتش ماضي غتعطيك العصير. بغيت مراتي فقير انا وبغي الزين، فلوس لي خاصني شوف حياتي توري. وبغيت مراتي فقير انا وبغي الزين، فلوس لي خاصني الفلوس لي خاصني. سرباي سرباي كافين ومال ولا برادتاي، زين ولا طاي ولا طاي، تانا باغي نعيش غير رضاي. السلام عليكم، معكم وديع عمدي، كنت ملقب وديع بيك شيفت، ومرحبا باشواق تي في عندنا في الدار. كانت صعيبه في الحقيقه، هي كنت في الاول كنا كنتسناو وقتاش نمشيو لبرا باش نمشيو نعيشوا برا، كما كنا كنسمعوا اي جون كيحلم يمشي لبرا، ولكن ملي مشينا لبرا لقينا حوايج اخرين. لقينا البرد، لقينا البعد على العائله، لقينا البعد على الصحاب، لقينا البعد، ولكن عاوتاني كاين حوايج اخرين. سي سي دي تشالنج اللي خص الواحد ضروري يدوزهم حدو باقي صغير. فمني مشينا لتما اوغوزمون تعرفت على واحد صديق تما ما كنتش نعرفه، بارازار تعرفنا، جابتها القدره الالهيه. سمعتوا الالبوم ديالي، تاق في الالبوم، قال لي اجي نتوكلوا على الله، كرينا واحد استوديو وتما فين خدمنا على الالبوم. دابا راه خرج جوج ديال لي سينجل، ودابا خدام على الكليب الثالث ان شاء الله. ففي الاول بدينا كلشي كيعرفنا، كنا بدينا بلي باغودي، بدينا بلي باغودي حيت كانوا هما لا طوندونس. قبل كنا بدينا بلي كور ميتراج، دوزنا لي باغودي، دزنا لي كوفر عاوتاني، وابخي كل واحد بغى يدير اون كارير بروفيسيونيل ديالو. فكل واحد تبارك الله، دابا الدراري راه تبارك الله عليهم خدامين مزيان، كل واحد دار اون كارير بروفيسيونيل ديالو، دابا راه خدامين على لا كارير ديالي انايا، اللي انا حتى نعزز عليا ار ان بي سول، كنغني راي تغني تقريبا كاع لي ستيل. فداك الشيء درت واحد الالبوم اللي شويه مخلط مزيج. نقدر نقول لك في الليسي كنا كنجالسين مع بعضياتنا، كل واحد كيدندن، حتى غنيت لهم بقيت نقال باك ستريت بويز بونت اي وان ات ذات اواي، بديت تنغني، تقالوا لي بلاتي حبس صوتك مزيان، ما انا ما كعرف ما كتقول، انت كتغني ما كدندن ما كتعرفش. فمني قالوها قلنا بوكوا با، بقينا تنغنيو، ما وقتاش بدات لا كارير، وقتاش بدينا بون يوتيوب هو اللي عاوننا باش نكونوا واضحين، ما وقتاش بدات فريمون لا كارير في 2015 2016 هي فين بدينا، هي فين بدينا تنديروا موسيقى بروفيسيونيل. لي كاليتي اللي تعتمد عليهم هو الفينينغ، انا بور موا الفينينغ، الا ما تنحسش بشي ديسك من الاول ما قاصنيش ما كنخدموش. فكان تنعتمد على الفينينغ، تعتمد على لا كاليتي ديال لو سون، باش واحد ملي كيسمع شي حاجه ما ضروش ودني تيسمع وتيرتاح. وتنعتمد على الكلمات تنبغيهم يكونوا تيقيسوا يقيسوا المتلقي باش يحس بداك الفينينغ اللي غنوصل ليه من الاول. نقدر نقول لك ما عرفتش كيفاش غيتاخذهم، نقدر نقول لك من جهتهم هو داك الذكاء، حيت هما دوك الناس يقلبوا على البوز، واللي تيقلب على البوز كيجيه فلوس من بعد. فهذاك يقدر يكون ذكاء، ولكن خصو يتحمل المسؤوليه، حيت سي بحال اللي قلتي سيف ذو حدين. يقدر داك البوز يخدم ليه مزيان، كوم يقدر داك البوز اللي قتل ليه لا كارير ديالو، وما يبقاش حتى في الميدان الفني اللي غيدخل ليه غيولي ما معروفش الميدان الفني، وتف لونتوراج ديالو غيولي منبوذ. فهي صعيبه، انا متفقش معاهم، حتى واحد كيقول لي نديروا شي فكره اللي غنديروا البوز ونوضوا صداع ولا كلاشي، انا متفقش مع، انا تنقول الفن تنبغي الموسيقى هي اللي توصل، الموسيقى هي اللي غتهضر، ما كاين لا صداع لا والو. لا 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 ما دامش شوف الدليل هو شحال من واحد دار البوز، كما دابا تنشوفوا دابا الساحه الفنيه شحال واحد كان داير البوز العام اللي فات، كان كلشي كيسمع عليه وكان طوندونس، دابا ما كاينش، دابا راه طالق موسيقى شو ولكن ما كاينش. فماشي جوبونس نقول واحد الا خدم بشويه باز ا با بوتي تا بوتي، يدير اون كارير ديالو، يدير واحد الفان بيس ديالو دقه، ديك الفان بيس غادي يمشي يكبروا معاه. فمني غادي يكبر واخا يدير شي غلطه ما يطيحش، حيت عنده ناس اللي متبعينه. بور موا انا تنقول الاحترام، بور موا تنقول الاحترام، احترام سورتو لا سوسيتي ديالنا اللي عايشين فيها، احترام اولا. ثانيا الى لقى شي تيم مزيانه، بحال دابا انا
الحمد لله تلاقيت مع واحد لاتيم تما الدراري اللي في كندا اللي غنسلم عليهم من هنايا، وليد، حمزه، رضا، يوسف، الميز، زوجة ديال وليد حتى اللي وقفات معنا، اسماعيل، اتسيتيرا. فمي كتكون اون تيم اللي مزيانه وخدام معاك، واحد الخطرات انت كتكون غادي تطيح، كتكون عييتي، ولكن هما اللي تيقول لك نوض شنو كدير، بلاتي نخدموا على هذه، الو فين الو فين وصلتي، باسكو الواحد كيديموتيفا. ولكن ملي تكون معك اون تيم اللي واقفه معك وباغاك توصل وباغاك توصل اكثر منها، فهذاك هو هذاك هو السر. ارض الوطن اللي توحشوا بزاف. الاعمال الاولى اللي خدمتها خدمت واحد العمل على هضرت على الغربه، فهضرت على التجربه ديالي كواحد جاي من المغرب ومشى للغربه كيتغرب، فغنيت على الغربه، غنيت على شنو هما الكليب اللي غنشوف كليب، ماشي داكشي اللي عشتو، ولكن كاينين شي اصدقاء ديالي عاشوا وكاين شي حوايج عشتو. كليب ثاني درت الغناء ديال ما بيلا ايتترا، فما بيلا غنيت على اغنيه ديال الحب ديال الشباب ديال دابا اللي ديما من يوم عبد الحليم حافظ دوك شي تيغني على الحب. والاعمال الثانيه دابا اللي خدام عليهم بدلت شويه لو ستيل، فغادي نغني شويه على المشاكل اللي تيوقعوا بين الزوجين، وغنغني عاوتاني على واحد الدراري باغين غير يزهيوها وينشطوها وما مسوقهم في حتى شي حاجه. بالاحترام، ضروري الاحترام، هذا ما نساوش هذا. انا تنقول غادي مزيان يعني. ملي شفت سبوتيفاي دايره دي بانو بوبليسيتير في كازا في رباط جوبونس، ولا بنوليتها في الرباط في طوبيسه، حيت كنشوفها من الانترنت كيبان ليا فيها غير هذا دليل على ان الموسيقى غادي مزيان هنايا. الدراري تبارك الله عليهم خدامين، دي بواط دو برود ولاو كيجيو، دي ليبل لي كبار فرنسا ولاو كيجيو يسينو مع الدراري. فانا تنقول غادي مزيان، خاص غنصبروا، ديما غادي نتقيل شويه ولكن غنصبروا ان شاء الله كلشي غادي يتقال. غني واحد ديسك ديال بين هاربر، هو اللي اول اغنيه تعلمتها ملي بديت كنغني الجيتار، بين ديال واك اواي. ما عرفتش صوتي مزيان دابا ولا لا، ما مسخنينوش. Oh no, here come the sun again. It means another day without you, my friend. And hurt me to look into the mirror in myself. And even hurt even more to have to be with somebody else. مقطع خفيف، ما موجدش، غفلتيني في هذه، ما موجدش. الاحلام ديالي فنيه، واحد الاحلام كانوا عندي من الصغر، حلم كبير نبان في ام تي في ميوزيك اوورد. ما عرفتش كيفاش انا حاط هذا الحلم ومتوكل على الله ومتيقن بان الله سبحانه وتعالى يسهل علينا في الخير، تكون عندي اون فان بيز اللي كبيره. الحمد لله كاين اون فان بيز دابا، ولكن هذيك اون فان بيز ديال لي باغودي ديالنا. بغيت تكون عندي دابا اون فان بيز ديال وادي عمدي، ديال الموسيقى ديالنا، ديال النشاط ديالنا، ديال الفايب ديالنا. و كتهضر فنيا ياك، سي سا تكون عندي اون بحال اللي قلت اون بلاص مع لي زارتيست الكبار اللي كاينين عندنا دابا في البلد الحبيب. النصيحه اللي نقول لهم هما يبداو، حيت شحال من دري تنعرفوا تالونتيو عنده كل شيء، ولكن تيقول لك غنتسنى تلقى شي ديسك، ولا غنتسنى تلقى اللي غيصور ليا، ولا غنتسنى حتى غادي ندير شي حاجه. ما تسناش، بدا غني مع راسك. يوتيوب هو فابور، سبوتيفاي هو فابور، بدا ابدا طلق موسيقى وما تحبش، حيت واحد النهار ما غتعرفش شنو هو هذيك الاغنيه فيهم اللي زوينه اللي هي اللي غتشد لك وغتلقى دي زفرادو اللي غتلونسيك. بدا وتوكل على الله، واللي فيها الخير هي اللي غتوصل ان شاء الله. تنقول لهم توحشكم بزاف، سمحوا لي على هذه الغبره، مي كانوا دي كونديسيون، كان خصني نخرج على البلاد، توحشت الوالده، توحشت العائله، فتوحشكم بزاف. انا رجعت دابا الحمد لله، داك لا ترانزيسيون كانت باش يلاه نستابيليزا، نلقى بلاصتين، تقاد نعرف الناس. دابا الحمد لله تعرفنا على دراري، عندنا استوديو، عندنا اون كارير بديناها. فتسناوني غادي نرجع ان شاء الله، راني راجع دونك ان شاء الله. عاوتاني كليبات تقريبا نحاولوا كل شهر شهرين نديروا شي كليب. ساندونا، سوبورتيونا كالعاده، وان شاء الله غادي نكونوا كما بغيتونا النهار الاول. غادي يكون واحد الكليب ان شاء الله، شبونس غادي نصوروا في كندا، كنا هو اللي نصوروا واحد الكليب هنايا مع داكسور بلاك اللي كان بادي معايا في لي باغودي، يمكن غادي نصوروا في هذه السيمانه. نتمنوا على الله السيد اللي غيصور لنا، حيت قال لنا ماشي ديسبونيبل، داكشي علاش اون ديكالي، مي نتمنوا على الله يقول عطانا واحد لا بروميس، دونك نقدروا نصوروا كليب انا وداكسور بلاك وكوموريانو. وملي غنرجع ان شاء الله لكندا غادي نصور واحد الكليب ديال الخيانه الزوجيه ان شاء الله في كندا.
كلمة أخيرة، شكرا شكرا لأشواق تي في على هذه الالتفاتة. تنشكركم بزاف وتبارك الله عليكم، داكشي اللي تديروا مزيان. تنشكر لي فان، تنشكر لا فامي ديالي، تنشكر لي زامي ديالي، لا تيم ديالي اللي معنا في كندا، وتنشكر لي فامي ولي فان ديالنا اللي عندنا هنا في المغرب. تنبغيكم بزاف، دعيو معنا وان شاء الله غادي يكون غير خير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.